اهلا 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 وسهلا. بالتاكيد بالتاكيد احنا هنتكلم بعد شويتين على اتصالين هاتفيين حصلوا النهارده، واحد من الامين العام للامم المتحده، واحد من المستشار الالماني، واحد من انطونيو جوتيريش، وواحد من اوليف شولتز. هنتكلم على ده. والحقيقة أنه مش قادر أبدي سعادتي بتصريح البنتاغون المتعلق بأن إحنا لن نترك وسوف ندافع، لأنه امبارح أنا قلت لكم نصا، حتى كنت بتكلم مع دكتور طارق، وكنت بتكلم يمكن قبل كده، في أنه اللي عملوه الأمريكان أو اللي حصل مع الأمريكان، الأمريكان ما بيفهموش مسألة انه والله ده قوات عبد الملك الحوثي، فلما بتوجه ضربات لبعض السفن الامريكيه فالامريكان ساعتها هيقدروا يتفهموا ان هناك ضغوط تمارس عليهم، خصوصا بعد اللي حصل على الحدود السوريه الاردنيه، كما حدث سابقا في اربيل في العراق، كما يحدث في الجنوب اللبناني الى اخره. الامريكان ما بيبصوش على ده باعتباره تهديد مصالح. وانا قلت الكلام ده. الامريكان ثأريين كاوبويز، الأول ياخد بطاره وبعدين يبدأ يفكر. وأنا أستطيع الإدعاء بأن الأمريكان ما بيبصوش أبعد من تحت رجليهم. عمر ما الأمريكان كان عندهم نظرة ثاقبة للمستقبل، عمرها ما حصلت. ولو كانت حصلت أمال غرقوا في فيتنام إزاي؟ وغرقوا في أفغانستان إزاي؟ وغرقوا في العراق إزاي؟ وغرقوا زمان في الصومال إزاي؟ وكل مرة يغرقوا وينسحبوا فورا، طبعا بينسحبوا بعد خراب مالطا. ده لو أشار لشيء يشير إلى قصر النظر الأمريكية أو قصر النظر الأمريكي بشكل عام. ومهماش محترفين سياسة، محترفين السياسة الناحية التانية بقى في لندن، تروح بقى عند الدواهي. بس هنتكلم في ده بالتفصيل. تقول لي كان ايه سعادتك؟ اقول لك لان انا قلت الكلام ده. الامريكان ثأريين كاوبويز، ومش هيسكتوا غير لما يوجهوا ضربات ثأريه الاول، وبعدين يبداوا يشوفوا يا ترى هل تتضرر مصالحنا؟ هل هنمارس ضغوط على الاسرائيليين؟ يفكروا بعدين. نرجع مرجوعنا ليه في رايي الشغل الشاغل بتاع الناس، الاسعار، النار، الاسعار اللي بتتحرك بشكل تقريبا كل 48 ساعه. مش بشكل يومي، لا داعي للمبالغة، لكن تقريبا كل 48 ساعة تروح النهاردة تدخل المحل الفلاني أيا كان نوع البضاعة، أيا كان، من أول الصاروخ لحد إبرة الخياطة، السعر كام؟ جنيه. بعدها بيومين السعر كام؟ جنيه وربع، بعد جنيه 15 قرش، وبعدين بعدها بشوية يومين تانيين جنيه و30 قرش، وبعدين احنا بقالنا تقريبا أسبوع اللي بيحصل في الأسعار جنوني جنوني. المؤسف بالنسبة لي أنه غير مسيطر عليه، المؤسف أنه غير مسيطر عليه. في ناس هتيجي تقولك أصل سعر الدولار في السوق السوداء. تاني بصوا يا جماعة، القصة ملهاش علاقة بفقاعات السوق السوداء المصرية اللي تقولك الدولار بقى بستين، 61، 62، 65، وكأننا في مزايدة فقاقيع. لا، القصة في سعر البضاعة مش الدولار، القصة في جشع التجار، حتى جاية موزونة. الأزمة بتاعت التسعير في مصر ليست الدولار، وإنما جشع التجار. وقولا واحدا، التاجر بيشتغل ازاي؟ التاجر بيشتغل باعتبار يا باشا انا بحافظ على رأس مالي. رأس مالك ازاي؟ اصلا انا رأس مالي بضاعة. طب ما انت شاريها بسعر منخفض. بس انا بقى لما اجي ابيع لازم ابيع على عالي عشان انا هشتري غالي. طب هو انت عارف هتشتري غالي بكام؟ لا، ما انا لازم اخد احتياطي. التاجر بيظن ان اللي بيعمله ده شكل من اشكال التحوط، إجراء للتحوط، إجراء احترازي. وأأسف عندما أقول التاجر المصري مش شاطر. التاجر الشاطر ما يعملش كده. التاجر الشاطر يخلص من البضاعة عشان يجيب بضاعة جديدة. التاجر الشاطر لما يلاقي القوة الشرائية بتتراجع، أو في منظور آخر ومصطلح آخر تنخفض، يقلل من هامش ربحه. ومحدش يقول لي ده احنا يا دوب شغالين. لا،
مصر من الأسواق القليلة في العالم اللي هوامش الأرباح فيها بتتعدى 50 و60 و70%، في بعض بقى المنتجات والبضائع والمش عارف إيه بتتعدى 150 و200 وساعات 300%. ده واقع. هل تشوف ده في أوروبا؟ استحالة. هل تشوف ده في الولايات المتحدة الأمريكية؟ استحالة. استحالة بالمعنى الكامل لكلمة استحالة، مفيش كلام من ده. ناس بره يوم ما بتكسب 30% بتبقى بتضرب شقلبازات في الهواء وتطلق ألعاب نارية. احنا عندنا الوضع حاجة تانية خالص. احنا التجارة عندنا ما هياش شطارة، التجارة عندنا بقت افترة. افترة. التاجر مصمم يفتري على الزبون، وفي حديثه مع الزبون بيعمل حاجتين، يا منكسر يا غناوة. يعني هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ الدولار ده اللي بيحاول يمثل المنكسر، والغناوة والله ده الموجود حضرتك، مش عايز، مفيش مشكلة يعني، وانا تحت امرك. لا، مفيش حاجة اسمها ده الموجود. لا، البضاعة موجودة في المخزن، ولو مش في المخزن بتاع المحل محطوطة في مخزن بعيد شوية. ومن ضمن الإجراءات التحوطية والاحترازية بتاعة التجار عندنا للأسف الشديد إنه بيشوف المخازن المرخصة بتاعته اللي موجودة ومسجلة باسم الشركة دي اللي عليها السجل التجاري ده، ويروح يأجر مخزن من بعيد لبعيد كده في الظل ويخزن فيه الحاجة، عشان لما تيجي تنزل عليه الحكومة زي ما بيتقال مخزن فاضي يا باشا، عندناش حاجة، تخش المخزن فاضي فيش حاجة. السؤال بقى، هينفع؟ هينفع نمشي كده؟ هينفع نضغط على المواطن كده؟ وده هنا الحقيقة يجب أن يكون نقدا واضحا بناء موضوعيا مهنيا للحكومة. يا حكومة لازم تحكمي الأسواق، يا حكومة لو سمحتوا لازم تظبطوا الأسعار، يا حكومة لازم تاخدوا إجراءات شديدة الردع، شديدة الحسم، شديدة السرعة. يعني مسألة انه احنا يا جماعة ده احنا بنتكلم على قصة الاسعار دي بقالنا دلوقتي يجي شهرين اهو، اللي حصل في الاسبوع اللي فات اصبح كارثي. كل 48 ساعة كل واحد يروح طالع مزود له 15-20%. الله بقى ايه؟ يبقى السؤال، او مش عايز اقول يعني الامر، لكن في النهاية الطلب الذي يوجه للحكومة، شوف انا راجل موضوعي جدا ومهني جدا، ما نطلبه من الحكومة بمنتهى الالحاح وبمنتهى الاصرار اجراءات رادعة حاسمة سريعة سريعة. يا ترى ما الذي سوف تقوم به الحكومة لردع ردع الجشعين وضبط الاسواق؟ معانا على التليفون المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء سيادة المستشار محمد الحمصاني. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم. سيادة المستشار، الكل يطلب الحكومة لأجل أن تتحرك لهذا الجنون السعري اللي بيحصل في مصر. يعني أنا أؤكد لحضرتك بطبيعة الحال إدراك الحكومة وتفهمها لأهمية ضبط أسعار السلع في الأسواق. يعني بالفعل كما تعلم حضرتك أنه أصدرت، فيما لو إحنا هنتكلم على أسعار السلع الغذائية، أصدرت الدولة، أصدر دولة رئيس الوزراء خلال الفترة الماضية عدة قرارات متعلقة بتحديد أسعار السلع الاستراتيجية، السلع الغذائية السبعة، وكذلك تم تشكيل الآليات واللجان والأمانات الفنية المتعلقة بالرقابة أو متابعة تنفيذ القرارات. من ناحية أخرى، يعني لو احنا هنتكلم على الخطوات التي اتخذت في عقاب صدور القرار، أولا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنشأ منظومة رقمية متكاملة لمتابعة السلع وتوفرها وأسعار السلع على مستوى المحافظات، إن شاء الله بداية من شهر مارس طبقا للقرار الصادر من معالي السيد وزير التموين والتجارة الداخلية، طبقا بداية من شهر مارس المقبل سيتم مراقبة الالتزام كافة المنتجين والمصنعين بوضع الحد الأقصى لسعر البيع المستهلك على السلع.
أيضا من ناحية الرقابية أيضا دولة رئيس الوزراء اجتمع أمس مع السيد رئيس جهاز حماية المستهلك، وتم مناقشة جزء أساسي من الاجتماع كان مناقشة الرقابة على أسعار السلع الغذائية وتطوير أداء الجهاز وفتح فروع جديدة له في كافة المحافظات ومتابعة أسعار السلع. فأؤكد لحضرتك أن الحكومة بتتخذ كل ما بإمكانها لفرض القوانين والقواعد بصورة حازمة ومواجهة المخالفات. طب سيادة المستشار، أرجو أنه يتسع صدرك لي. المصريين لن ينتظروا حتى بداية مارس. الناس خلاص يعني وصلت لمرحلة الناس بقت بتخش المحلات وتخرج خالية الوفاض، ما بيشتريش بصراحة. ايه اللي هيمنع انه الاجهزة الرقابية المعنية انها تنزل بكرة الصبح يا فندم بالتعاون مع مجلس المحافظين؟ يعني كل محافظ في محافظته وفي نطاق اداء في نطاق صلاحياته ينزلوا يا فندم، ومش للاسواق المركزية اللي موجودة في عواصم المحافظات يلفوا يا فندم، وحضرتك ادرى مني يعني، ينزلوا يعملوا سبوت شيك وهكذا. اللي بيحصل صار جنونيا. زمان كنا نعرف انه من حق الدولة واجهزتها الرقابية ومن يحملون حق وسلطة الضبطية انه بينزل يطلب يشوف الفواتير بتاعة البضاعة ويشوف السعر بتاع البيع ويقارن ما بين الاتنين، فاذا لوحظ فيهم فجوة كبرى بتتحرر محاضر. بعد كده أصبح في ضبطية قضائية وفي حق التشميع وحق المصادرة وحق الإحالة للنيابة، كل ده موجود عند أجهزتنا بما فيها جهاز حماية المستهلك. طب يعني هو أنا متفق مع حضرتك، بس حضرتك خلينا نفرق ما بين حاجتين. أنا فيما يتعلق بداية من شهر مارس أنا ذكرت موضوع كتابة السعر البيع النهائي للمستهلك على السلعة، لكن القرارات الصادرة في يعني يوجد بها العديد من القرارات التي تم تنفيذها بصورة فورية، وأحد أوجه تلك القرارات هي كما ذكرت حضرتك الرقابة على الأسواق على مستوى المحافظات. وزارة التموين شكلت بصورة فورية بعد صدور القرارات لجنة مركزية أو لجنة عليا على مستوى الوزارة ولجان على مستوى المحافظات بالتنسيق مع الجهات الرقابية. جهاز حماية المستهلك كما ذكرت حضرتك بالفعل قام بحملات على الأسواق وسجل حوالي 7580 محضر مخالفات، منهم فقط 3225 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار. فأنا أؤكد لحضرتك إن الجهات الرقابية تقوم بتنفيذ القرارات بصورة فورية. فقط موضوع كتابة السعر البيع النهائي للمستهلك على السلعة هو اللي هيبدأ من شهر مارس. كويس، لكن وهذا الأمر في حقيقة الأمر يعني تأجيله لشهر مارس كان له منطق أو حكمة معينة، وهي إعطاء فرصة للشركات للاستعداد وتوفيق أوضاعها لتنفيذ القرار. هم لا يعطوننا فرصة يا سيادة المستشار، التاجر الحكومة تعطي له الفرصة، أما التاجر فلا يعطي للمستهلك أي فرصة، لا يدع له مجالا للتنفس. سيادة المستشار، الأمور أصبحت يعني منتشرة أكثر مما ينبغي. سعر أي سلعة النهاردة بيتغير كل 48 ساعة فعليا 7000 مخالفة يا فندم، فعشرات الآلاف من المحال المنتشرة في عموم الجمهورية لا تشكل نسبة كبيرة يا فندم. احنا مدركين والله يا فندم، يعني كلام انا متفق مع حضرتك تماما انه ما زال هناك مجال لتطوير الاداء، ولذلك يعني دوله رئيس الوزراء وجه على سبيل المثال بضروره وضع يعني خطه تحرك ورؤيه متكامله لجهاز حمايه المستهلك للتحرك في الاسواق. على سبيل المثال سيتم فتح فروع جديده في المحافظات التي لا يتواجد بها مقر للجهاز من اجل الرقابه على الاسواق، طبعا بخلاف الجهود اللي بتقوم بها وزاره التموين. من ناحيه ثانيه يعني انا باكد لحضرتك انه طبعا هناك دور مجتمعي سبق انه تم الاشاره له، انه المواطن بمجرد ما يرى اي مخالفه بامكانه الابلاغ. على سبيل المثال الجهاز حمايه المستهلك بصدد اطلاق
برنامج او ابلكيشن على التليفون المحمول لتقديم الشكاوى في حاله وجود اي مخالفات. فبطبيعه الحال في يعني في دوله بحجم مصر الاجهزه الرقابيه ستتعاون مع المواطنين لرصد المخالفات. لكن خليني اقول لحضرتك يمكن على النقطه الايجابيه. النقطه الايجابيه في الموضوع هي انه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قام بالفعل بوضع الأسس لمنظومة رقمية متكاملة لتسجيل كافة الشركات التي تتعامل في السلع الغذائية الأساسية، تسجيل الشركات ببياناتها بأسعار السلع ومراقبة أسعار السلع وتوفيرها على مستوى المحافظات. فالمنظومة إن شاء الله خلال الفترة القليلة المقبلة عندما تبدأ بصورة كاملة من عملها يعني ستراقب الأسواق بطريقة محكمة. أنا مدرك طبعاً ودولة رئيس الوزراء والحكومة مدركة للضغوط التي الملقاة على عاهل المواطنين على عاتق المواطنين، لكن أنا أؤكد لحضرتك إنه المنظومة الجديدة يعني محكمة بدرجة كبيرة وسوف يعني تتابع ليس فقط الأسعار وإنما أيضاً تواجدها في الأسواق وتتنبأ بأي أزمات في أسعار السلع حتى يمكن التحرك بصورة استباقية قبل حدوث الأزمة. تمام، أنا بشكرك جدا سيادة المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء. طيب لازم أكمل في الموضوع بصراحة. الحكومة عايزة تتنبأ بالأزمة قبل وقوعها، طب الأزمة وقعت ولم تتنبأ الحكومة بهذه الأزمة؟ الأزمة بقالها أسبوع. أي حد فينا أنا وحضراتكم وكل الناس عارف أنه تجار الأجهزة الكهربائية أصبحوا مصاصين دماء ما بيهزروش. أنا هنا بقى مش بتكلم على المصنعين، خلي بالك إحنا عندنا في مصر مصنعين كبار والحقيقة ناس زي الفل، دول ما لهمش دعوة، لكن في الآخر خالص في موزعين وفي وكلاء وفي تاجر وفي قطاعي وفي جملة إلى آخره. الناس دي بتقرر إنها ترفع السعر زي ما هي عايزة، يرفع سعر التلفزيون، يرفع سعر التلاجة والمروحة والتكييف والبوتاجاز والشفاط وسعر اللمبة وسعر متر السلك وسعر مش عارف، بمزاجه. طيب إذا كانت الحكومة قادرة على التنبؤ فلماذا لم تتنبأ؟ وإذا كانت الحكومة سوف تنشئ منظومة محكمة للتنبؤ وماذا عما يحدث الآن في وقتنا الراهن؟ وأنا أتحدث مع حضراتكم، وإن أنا كلامي الحقيقة طبعا مش موجه للمواطن لكن موجه بالتحديد للمسؤولين عن هذه الأمور في الحكومة. يعني أنا هصحى بكرة الصبح إمتى؟ يعني أي غد أنتظره حتى أرى أن هناك ضرب بيد من حديد على كل من تجرأ على رفع الأسعار بهذا الشكل دون ضابط ولا رابط؟ المسألة ما هياش إجراءات عنيفة، لا دي ما اسمهاش إجراءات عنيفة، دي اسمها ضبط، اسمها ضبط. لازم يحصل هذا الضبط، الزغلول الكبير يتجاب، يطلع فيه 4-5 زغليل يتجابوا تدبح رقابيهم، طبعا مش بالمعنى الحرفي بتاع الدبح لكن هيوقع عليهم العقوبة كيفما تقرها القوانين المعمول بها في البلاد. إذا كان فيها غرامة كبيرة، إذا كان فيها حبس، إذا كان فيها تشميع، إذا كان فيها مصادرة إلى آخره. لكن ده لسه ما حصلش، أنا ما شفتش زغلول يعني. الناس مش قادرة تعد بأنها هتنزل، هتعمل، هتروح. مفيش. ولو فيه النذر القليل لا يسمن ولا يغني من جوع. خالص بدليل الوضع القائم. الله، طب وبعدين؟ طب هي في الأجهزة الكهربائية بس؟ لا، وفي الملابس، في مواد البناء، مواد التشطيبات. يا راجل انت لو رايح تشتري لمبة ألاوز هيتقال لك والله اللمبة دي ب30 تجيله بعد بكرة 35. ليه؟ دولار يا باشا. دولار ايه يا عم؟ ما هي عندك دولار. ايه اللي احنا بنقوله ده؟ وايه اللي احنا بنسمح بيه ده؟ وايه اللي احنا يعني في اصرار كده على ان احنا لازم لا 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 لا
انا امبارح كنت لسه بقول لك، ولا اول امبارح قلت الحكومه دي الجهاز التنفيذي ده وبالقطع فخامه رئيس عدوا بينا ما لم يكن نتخيل ان احنا هنعدي، وعملوا ما لم نكن نتخيل انه هيحصل في البلد. كان انا بتكلم دلوقتي على اجهزه تنفيذيه واجهزه او بالادق الاجهزه الرقابيه جوه الحكومه. انا منتظر الفاعليه، انا منتظر ولا زلت منتظرا، واخشى كل الخشيه ان اظل منتظرا، فانتظر وانتظر. كيفما قال الرجل في ما كان عبد المنعم مدبولي، كان عبد المنعم مدبولي ولا محمد عوف في مسلسل في المسرحيه، واخذ يفكر ويفكر وصار يفكر ويفكر ثم اصر على ان يفكر ويفكر فذهب كي يفكر ويفكر. فالحكومه مصره وستصر ولا زالت مصرة وستصر أكثر وأكثر. أيوة، كل بعد هذا الإصرار هنعمل إيه؟ فين الإجراء العملي؟ يا جماعة ده كان في حاجة كده بيبقى تعملها الشركات زمان عشان تضمن إنه أسعار خدماتها أو منتجاتها، الشركات متعددة الجنسية والشركات الدولية وما إلى ذلك، فيعملوا حاجة اسمها ميستري شوبر، ينزل يلف على الفروع بتاعته هو، هو مش دعوة فروع حاجة تانية، ينزل يروح على الفروع بتاعته الموزعين بتوعه يتأكد انه عملية البيع بتتم صح، التسعير بيتم صح، وهو مش نازل باعتباره موظف في الشركة من الإدارة بتاعت الرقابة بتاعت الشركة دي، لا نزل راجل عادي خالص لابس تريننج سوت كده والسلام عليكم وانا عايز اشتري كذا، تمام، مخالفة هاتوا، الغي عقد التوزيع بتاعه، الغي عقد التوكيل بتاعه، لا ده الموظف ده مش ولا بد، انقله عقبه حقق معاه مشيه. فين الميستري شوبر؟ هذا الرجل الغامض بسلامته، لازم ينزل رجل غامض بسلامته، ينزل من الموظفين المحترمين الاجلاء بتوعنا ينتشروا انتشار النار في الهشيم في كافه الاسواق في ربوع جمهوريه مصر العربيه من ابعد نجع لاكبر وادخن مدينه العاصمه القاهره الساحره. انزل وعندك حق ضبطية، القانون ادالك كل حاجة، يلا يا جماعة ده لو عملنا كده مرة كل أسبوع يا دين النبي هتلاقي كل الأسعار دي تريك، ولا حد يقول لك أصل الدولار كله هيخرص، لكن احنا ما بنعملش كده. أنا مشكلتي في إن إحنا بنظن إن إحنا بنعمل كده، أو بنظن إن إجراءاتنا القليلة البسيطة المتباطئة من شأنها حل المشكلة، لا، الإجراءات لازم تبقى كثيرة، متسارعة، فاعلة، قوية، رادعة، حازمة، حاسمة، مش عايز أدخلك في حصة لغة عربية، يلا بينا نطلع للفاصل ونرجع نكمل الكلام. أهلا وسهلا بحضرتك. وتتوالى الارتفاعات في الأسعار وبما فيها اللحوم، فتخطت أسعار اللحوم في بعض المناطق اللحوم الحمراء الطازجة بلدي ويوكل عدت 400 جنيه. يعني أنا مش عارف بصراحة، أنا مش عارف ومش فاهم ومش قادر أستوعب خالص. عارف انت عادل امام في فيلم كان من افلامه الله يديله الصحه يا رب استاذ عادل، اما دخل للجزار قال له كيلو اللحمه بكام؟ طبعا دي حاجه هتخلينا كلنا نعيط بما فيها ضيفنا العزيز يعني على التليفون، قال له الكيلو ب7.5 جنيه، قال له طب اديني نص كيلو عظم. كان فيلم بطوله استاذ عادل امام والهام شاهين، وكان طالع فيها بدور موظف صراف خزنة في شركة، فقرر بقى يسرق الخزنة وقال لك أنا هاخد لي كام يعني 15 سنة وهطلع مليونير. فقال له طب اديلي ربع كيلو عظم. فالجزار بيقول له إيه؟ قال له إيه ربع كيلو عظم هديهم للكلب بتاعي 7.5 جنيه. وإيه بقى مفترض يعني ده كان جزار جامد يعني من الناس اللي هي الشديدة. تخيل يتخطى الكيلو 400 جنيه، أنا مش فاهم المعادلة ومش قادر استوعب انه اشوف اسعار في بعض مناطق القاهره اقل بكتير من مناطق وسط القاهره، يعني مش مفهوم في القاهره نفس ذات المحافظه اهي،
طبعا ده نهينا عن الاسعار في بني سويف. طبعا الكلام ده انا عارف انه معانا على التليفون ينورنا هيثم عبد الباسط رئيس شعبه القصابين. يا اهلا وسهلا ويادي النور. انا استاذ يوسف، انا بحضرتك وبالساده المشاهدين. بص يا باشا، عايز اقول لحضرتك ان اللحمه اصبحت تذكره جميله عند كل المصريين بما فيهم المكسرين اصحاب المحلات. حبيبي يا مدلعني يا بسطني يا مفرحني، ايه الجمال ده؟ تصدق اسعدت. انا عايز اقول لك حاجه الاول، عايز اقول لك حاجه الاول. اتفضل اتفضل. اكتر واحد ممكن يكون بياكل لحمه في التاريخ او بيحب اللحمه في التاريخ، انا بحب اللحمه قد ما بحب عيالي، يعني انت مش متخيل. دي حقيقه. انا باكل لحمه بجد. بص انا هضرب لك مثل. كل حياتنا. انت عندك كم سنه يا هيثم باشا؟ انا داخل على مشارف الخمسين يا استاذ يوسف. زيي. انت مواليد 75 ولا ايه؟ حبيبي. ايوه صح، حبيب الملايين، بس انا اكبر منك عشان عيد ميلادي الشهر الجاي. انت كبير في المقام بس يا استاذ. لا ده انت اللي كبير في المقام والفلوس يا عم هيثم. انا انت كلك فلوس. انا متفائل بحضرتك. وأنا. انا عملت معاك مداخله في العيد الكبير لو حضرتك تفتكر. وقدرنا من خلال برنامج حضرتك ننزلها 50 جنيه. حلو. انا بقى المره دي لا اخفى عليك سرا اللي احنا محتاجين دلوقتي في الوضع الاقتصادي الراهن، محتاجين حكومه حرب. بمعنى ان اللي بيحصل في الامن الغذائي دوت اشبه بالحرب، لان فعلا مش ليس اللحمه ده كل السلع الغذائيه بقت صعب المنال على بعض الاسر المصريه. حلو قوي. عايز اقول لحضرتك ان العجول القديمه اللي انا كلمت حضرتك عليها في العيد الكبير هي نفسها، هي العجول هي نفسها العلف اللي دخل قبل العيد الكبير بشهر، كان لسه الدرر ما زادش. أنا عايز أسأل كبار المستوردين وكبار المربيين، يعني هو نفس العجل، ما دخلتوش رسائل جديدة، ليه بترفعوا العجل من العيد الكبير لحد دلوقتي 35 جنيه 35,000 في العجل على تاجر المجزر؟ طب أنا عندي سؤال يا هيثم، معلش. اتفضل. أقول لك يا هيثم، إحنا بقى أولاد سنة واحدة بقى 75 العام الذهبي يعني، حبيبي. اتفضل. لا وقول لي يا يوسف و100 فل و14، إحنا جيل واحد. اتفضل يا أستاذ. بص يا باشا. اتفضل. أنا أشوف كيلو اللحمة في الوراق ما بيزيدش عن 230 240، لو قال 250 يعني يبقى ايه 100 فل في الوراق. بص واشوف كيلو اللحمه في بني سويف ارخص من اللي في الوراق. اذا انا عندي كده مشكله بقى. خلينا نتكلم بكلام علمي منطقي. بمعنى ايه؟ منطقه الوراق منطقه ما بيحصلهاش تفتيشات وبتاع، ما فيش هناك 250، اما اللحم بتوع المستورد قافلين على المجمد عايزين يطلعوه ب 250 و 270، يبقى لحم بلدي في الوراق ب 250. يعني اما العجول طالعه صاحيه النهارده من المزارع ب 180 جنيه صاحيه، هنقول في الرأي ب 250. احنا مش عايزين ندفن راسنا في الرمال، احنا عايزين نكشف الحقائق. وانا عايز اوضح لك الصوره عشان الصوره بالنسبه لقطاع اللحوم صوره قاتمه. يعني عايز اقول لك ان الجزيره اصحاب المحلات بتطالبني ان هو المجزر يقفل شهر. انا يا استاذ يوسف عايز اقول لك حاجه، تروح احنا شغالين على الدرر، لابد ان الحكومه اللجان اللي بتسافر مع الناس دي تحط لها هامش ربح، تحط هامش ربح لكبار المربين 20% 30% النسبه اللي يرتضيها، ومن اول السنه لاخر السنه. وده يحصل في كافه السلع طول ما انا شغال على الدولار، اقفل من اول السنه لاخر السنه. انما اللي بيحصل يا استاذ يوسف ان هم بيسمعوا ان الدولار زاد في السوق الموازي بيرفعوها. انا عايز اقول لحضرتك العجول اللي موجوده عجول قديمه من العيد الكبير اللي فات، العلف اللي موجود علف قديم. اسال بقى كبار المربيين اللي بترفعت العجل 40,000 بدون سبب وبدون داعي. يعني ناس بتتربح الملايين ومن اصحاب حالات الجزاره بتتربح النكل، ما بتكسبش حاجه والله، وعايزه تقفل وتخرج. ده لصالح مين؟ لازم الحكومه. انا بطالب الحكومه بعده طلبات، اول مطلب يحطوا سبورت على كبار المستوردين، يعطوهم نسبه ربح يحددوها، عشان ما ينفعش يتساوى العجل المستورد الكولومبي بالعجل البلدي، وده اللي عامل الطمه الكبرى. هو الكولومبي ده، الكولومبي ده اللي هو ابو اتب. في كولومبي وفي برازيلي وفي اسباني، اتساوى ده بده. هل ينفع يا استاذ يوسف الفرق ما بين ده وده 10 جنيه؟ ده ما ينفعش، وانت تعلم ان هم بيجيبوا العجول دي ما بتتعداش ال 500 دولار وال 600 دولار. فانا بقول لهم يا جماعه رأفه بالبلاد، رأفه بشعبكم، لازم الحكومه تتدخل، لازم وزاره الزراعه يا استاذ يوسف تخش كطرف وهي اللي تجيب العجول دي وهي اللي تطرحها للناس عشان تعمل حاجه موازيه. هتقول لك وزاره الزراعه ما انا بجيب لحم جيبوتي ولحم سوداني بحطه في المجمعات، ما انت برضه لازم تحمي صاحب المنشاه الصغيره من محلات الجزاره اللي هي افراد شغاله وبيوت مفتوحه عشان يفضل شغال ويفضل فاتح بيوت الناس. السوق المصري بيحب اللحم البلدي.
لازم الحكومه تضرب بيد من حديد على كبار المستوردين في كافه السلع يا استاذ يوسف، بمعنى ان نحط لهم سبورت على استيرادهم من العقد. طب يعني سؤال، شوف بقى ما يسري على بص استنى بس هقول لك حاجه، عشان انت قلت كلمه حلوه، قلت لازم يتحط نسبه تحدد هوامش الربح بالنسبه لكبار المستوردين وكبار المربين، صح؟ اه. احط كمان نسبه على الجزارين. صح كده، صح، يتساوى الكل، صح؟ يتساوى الكل، دي ما تزعلش، عشان انا اقدر اتماشى وهو يتماشى. زائد تاني حاجه انا عايز اوريك على حاجه عشان اثبت لك ان كبار المستوردين هم المسيطرين وهم الطامه الكبرى. ازاي؟ اللحم اللي موجود في الثلاجات المستورد البرازيلي والهندي موجود قبل عيد الكبير بشهر، الهندي كان بيتباع ب 160 جنيه جمله، هل يعقل يرفعوه 260 و280 ويقفلوا الثلاجات مش عايزين يطلعوا اللحم، ولحم قاعدين فاضل له شهر عشان يخلص؟ ده كلام على عهدتك، خد بالك. امال ايه كلام على عهدة مين؟ ما كلام على عهدتي، انزل شوف السوق عامل ازاي، تعالى بنفسك انا افرجك السوق عامل ازاي. ماشي. انا عايز اقعد مع حد من وزاره الزراعه واقول له رشدت قصرت العجل ورشدت طولت العجل عشان نخرج من الازمه دي، لان قول لي قول لي قول لي الرشدت على الهواء وانا بقول لك 100% الوزارة سمعانا دلوقتي. شوف انا واصل لحد فين، مش 99.9 100% الوزارة سمعانا. روشيتا قصرت المدى دلوقتي عشان قبل دخول رمضان لابد من قفل المخزن لمدة شهر لتحسين الاوضاع في سوق اللحوم المصرية وتشديد الرقابة في حالة القفل، مع توفير السمك والفراخ بسعر متعادل عشان ما يحصلش حالة من التضخم فيهم. انا كنت لسه هقول لك لو قفلت انا المجازر لا سعر الدواجن والسمك هينط في السماء. وفر السمك والفراخ، دي اول جزئيه. ثاني جزئيه لابد زي ما قلت لحضرتك يوضع لهم هامش ربح. ثالث جزئيه لابد من فرق في الاختام، عشان العمليه دي بتخلي المربي بتاع العجل البلدي يرفع نفس الحكايه. وبعدين احنا عايزين ننمي الثروه الحيوانيه وما تبقى منها، لان الثروه العجل البلدي المصري ما فيش زيه على مستوى العالم في مذاقه وفي طعمه. احنا عايزين نحافظ على ما تبقى من السلاله. هو طعمه حلو ما احناش مختلفين، بس هو انتاجيته ضعيفه في اللحمه وفي اللبن. ماشي، ما معدل التحويل بتاعه ضعيف لان انت غيرت مزاج العلف، لما بقتش تزرع علف على اراضيك وبتجيب اعلاف مستورده، العجل البلدي بتاعنا مش جاي على العلف المستورد، انما العجل الخواجه اللي جاي جاي على العلف بتاعه. آه. فبيزيد عند كبار المربين في التحويل 2 كيلو، هم سامعين الكلام ده وعارفينه. طيب دي كده روشيتا، دي كده روشيتا قصرت الاجل، قول لي روشيتا طولت الاجل، وانا بقول لك انا متاكد ان الزراعه سامعين. زراعه الاعلاف على اراضينا وتحسين ما تبقى من السلاله المصريه من الابقار واعاده تهجينها مره اخرى، ولا بد من قفل المجزر حد واثنين وثلاث بما فيهم محلات الجزاره، لان حضرتك يا استاذ يوسف لو هتروح للجزار مش هتروح الا مره واحده في الاسبوع او مره واحده في الشهر، فانا ليه افتح السبع ايام؟ طب انا اوفر صوره مالوريه واوفر طاقه وحدد نمط الاستهلاك. واهم نقطه لازم حضرتك دلوقتي لما انت بتقول وزاره الزراعه، انا بقول لك طالب وزاره الزراعه بوقف تصدير اللحوم البلديه من مصدر البساتين، لان اللي بيحتاجه البيت يحرم على الجامع. ما ينفعش انا عندي عجز في الانتاج الحيواني، ومع احترامي للدول اللي بتاخد بنيه الدول العربيه دول شقيقه، بس انا ما عنديش. انتوا بتصدروا رفعتوا عليا السعر في الداخل، في لحوم بلديه بتصدر من مصدر البساتين. طيب المصدر هنا حق الرد على النقطه دي بالتحديد محفوظ لوزاره الزراعه يعني، ونحاول نتصل بيهم برضو يردوا علينا في مساله تصدير اللحم. انا دلوقتي عندي عجز في المعروض، هل ينفع اصدر؟ اما انا بستورد اصدر ازاي وانا عندي انتاجي علم؟ ما انا بقول لك ده حق رد مكفول لوزاره الزراعه، لانه دي نقطه مهمه جدا لازم يردوا اذا كان فعلا في تصدير ولا مفيش. وزاره الزراعه استاذ يوسف بعد اذن حضرتك، وزاره الزراعه عندها 120 دايره من الدوائر، ما هي تروح تستورد تخش كطرف وتستورد العجول دي وتطرحها. طيب. للجزارين بسعر معتدل والوزاره تكسب. اخويا هيثم سؤال، انت انت رجل رئيس شعبه القصابين باللغه العربيه، انت رئيس الشعبه، ليه ما تتواصلش الحاج محمد الله يرحمه. الله يرحمه يا رب، الف رحمه ونور ويحسن اليه يا رب. في الحاله بقى اللي انا بقول لك عليها، هو احنا ليه رئيس شعبه القصابين ما يتصلش بمكتب معالي الوزير ويقول والله احنا عايزين نعمل اجتماع ونقول لكم رؤيتنا لضبط السوق، وادي الحاجه يا جماعه هي على حجركم، شوفوا هتعملوا ايه. احنا بعتنا جوابات كتير جدا لوزاره الزراعه وللتموين، وبص عندهم حبيس الادراج قد كده ملفات من ايام الحاج محمد الله يرحمه، الله يرحمه، لاصلاح منظومه الامن الغذائي دي. بس انا بقول لك يا استاذ يوسف المره دي لازم الحكومه تتدخل وبكل قوه، لان الوضع انا عايز اقول لك ان اول خاسرين
من ارتفاع اسعار اللحيم هم اصحاب محلات الجزار انفسهم، لان هم ما عندهمش قوه شرائيه. هو فين هي كل مناطق استاذيف مناطق؟ بص انا عارف ان مفيش قوه شرائيه. انا ليا واحد صاحبي ده عشر 30 سنه، علاء عبده ريان. علاء انا يعني احنا اصحاب صحاب يعني، مش هزار، مش بقى واحد بيحب اللحمه وبيروح عند الجزار حبيبه يعني، احنا اصحاب يعني. انا عارف ان مفيش قوه شرائيه، انا متاكد، لانه انا يعني كنت بتكلم مع علاء وبتاع وقعد بيحكي لي، قال لي لا، وكل عيد انا ببقى شايف بعيني العدد عمال بيقل، الناس اللي جايه تذبح اضحيه العدد عمال يقل يقل. انا عايز اقول لك يا استاذ يوسف ان احنا دلوقتي لو ما تدخلناش في الوقت الراهن هتبقى مائده الفطار في رمضان لمن استطاع اليه سبيل ذي الحج. لا باذن الله سبحانه وتعالى هتتحل. انا ما اعتقدش ان الامر ده يرضى القياده السياسيه، انا ما اعتقدش ان هم يرضيهم بالتاكيد، لكن احنا نترك هذا الموضوع. بص بكلكم احنا عايزين حكومه حرب بص يعني، زي ما قلت لك كده احنا الوزاره بالتاكيد وانت بتسالني وانا صاحب المشكله وانا بقول لك الحل، ما تحل يا حكومه. خلاص انا معاك، ده نمره واحد. اتنين، احنا اكيد وزاره الزراعه سامعيننا. انا عايز اقول لك ان انا حتى يعني هوصل الفيديو ده كده زي ما هو لمعالي الوزير، وراجل محترم وبيشوف البرنامج بالمناسبه يوميا، هو اللي قال لي كده ولاحظت كده كمان يعني من غير ما يقول، فهنوصل ده ونشوف ايه اللي ممكن يحصل حتى تضبط اسعار اللحوم في البلاد. الكلام اللي قاله رئيس شعبة القصابين من شأنه انه يهدئ الاسعار كثيرا، فتخيل يقول لك كده شاهد شاهد من اهلها. هذا الرجل بيقول لك حطوا هوامش ربح على المربين وهوامش ربح علينا كتجار جزارين. شكرا جدا هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين بين قوسين بالعمال المصرية الجزارين. تعالوا نروح للأجهزة المنزلية بقى. أنا كنت لسه بتكلم بقولك إن كل الأجهزة المنزلية قاعدة عمالة بتعلى بتنط ومحدش يقول لي لأ. ليه محدش يقول لي؟ علشان أنا اللي بشوف بعيني. أنا لا بنتظر حد من زملائي في الإعداد يقول لي، ولا بنتظر حد من زملائي المراسلين ينزل يبص ويقول لي، ولا بنتظر اسمع. انا بنزل وبشوف وبروح حته وبعدين ارجع لها بعد اسبوع وابص بصه، وارجع بعد يومين في بعض الاحوال قريبه من بيتنا واتاكد تاني، وبشوف الاسعار وهي بتنط. ارتفاعات متواصله في اسعار الاجهزه. في تخزين؟ في تخزين. ما فيش تخزين؟ طب بترفعوا الأسعار ليه؟ ومحدش يقول لي أصل الدولار، تشاري البضاعة دي بسعر تاني خالص على سعر الدولار حتى لو كان سعر دولار السوق السوداء. احنا بنحقق هوامش أرباح بالطريقة دي مخيفة. التجار يجي يقول لك إيه؟ يقول لك لا، ما أنا رأس مالي في البضاعة، ممكن أكون اشتريتها صحيح بسعر كذا لكن أنا لازم أبيع بالسعر ده عشان أعرف أجيب تاني. خلاص، وإحنا بقى نروح ننتحر. طيب معايا على تليفون للمزيد من الفهم سيد جورج زكريا سدرة رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية بالجيزة. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك يا أستاذ يوسف. أهلا بحضرتك وأهلا بمشاهدينك. ازيك يا جورج بيه؟ طمنا بقى، احنا عايزين نعرف، احنا خلاص بقى بقينا بنطلع يعني ما يعني بنبقلل من بقنا. طيب اولا يعني ابدا حديثي بعد اذنك، انا بعترض على تجار الاجهزه السكين كمان يعني. الخط بيقطع. عيد الجمله تاني اذا اذنت لي يا فندم. حضرتك انا بعترض على ان تجار الاجهزه سفاكين دماء. تاجر الاجهزه مواطن مصري شريف زيه زي اي مواطن مصري شريف. كون ان في نسبه مش كويسه او في نسبه قليله مش كويسه، ده ما يعمش على الكل. تجار الاجهزه في منهم ناس كتير محترمه. انا عندي في شعبه الجيزه 2400 تاجر اجهزه كهربائيه وادوات الكهرباء. في منهم الناس المحترمه جدا والمعارض المحترمه جدا، وفي ناس طبعا زي اي مهنه، كل مهنه فيها الحلو والوحش. حضرتك اشرت الدكتور هم بيرفعوا الاسعار في الاجهزه. طبعا انا ما انكرش ان في تجار بترفع السعر. بيرفع في هامش ربحه، لكن مش هو اللي بيحدد السعر. تحديد السعر بيطلع من المصنع، بيقول ان الثلاجه دي النهارده ب 30,000. بعدها باسبوع بشهر باسبوعين ايا كان المده بتاعته، بيطلع يقول الثلاجه دي ب 35,000. مش انا اللي بحدد السعر، انا بزود في هامش الربح. في تاجر بيزود في هامش الربح. في تاجر بيبتدي يتلاعب مع المستهلك.
يبقى في سلعه العميل عايز سلعه مثلا ثلاجه شين او ثلاجه اكس او ثلاجه رقم جيم ايا كان، بيتمسك بالموديل اللي هو عايزه او بالنوع اللي هو عايزه. التاجر هنا بيبتدي يمارس شطارته بقى، ويبتدي يمارس نقدر نقول التاجر اللي هو الملتوي يعني. لكن انا عشان اعرف ان التاجر ده كويس ولا لا، ادخل الاقي السعر مكتوب، ادخل الاقي الثلاجه مكتوب عليها كذا، ألف الغساله عليها كذا، البوتاجاز عليه كذا، هنا اقدر اقول التاجر ده تاجر محترم وتاجر شغال مظبوط. بص يا استاذ يوسف، المهنه بتاعتنا مربحه. الثلاجه عندي لو ب 30,000 وانا كسبان 5%، يبقى انا كسبت 1500 جنيه. فهي المهنه بتكسب. فالتاجر النهارده مش هو اللي بيحدد السعر اللي يعليه، ده بالعكس انا كل ما السعر بيعلى بدخل في مرحله ركود. انا مش عايز اقول لحضرتك والكلام ده على مسؤوليتي، احنا داخلين على مرحله احتضار الفتره اللي جايه دي الى ان يتم توحيد سعر الصرف. النهارده كل مصنع نيجي نكلمه يقول لك الدولار. طيب حضرتك الحاجه الثانيه، انا لو تاجر هخزن كام ثلاجه وكام غساله وكام بوتاجاز؟ ما تنساش ان البضاعه بتاعتنا غاليه جدا. النهارده التاجر لو اشترى في الشهر بمليون او 2 مليون، دي حاجات بسيطه على فكره يعني، المبلغ ده ما بقاش رقم في الاجهزه. اللي بيبص للكلام ده او يقدر يركن ويقدر يشيل عنده، المصنع عنده 1000 ثلاجه، عنده 2000 ثلاجه، عنده اعداد بالالاف، المخازن بتاعتهم هناجر وربنا يزيدهم. وعلى فكره المنتج المصري من افضل المنتجات السوق يعني، انا بفضله عن المستورد كمان. فانا مش بذم في المصنع، المصنع في النهايه احنا بنكمله وهو بيكملنا. فانا اللي عايز اوضحه لحضرتك يعني، المصانع تظبط نفسها وبالتالي التاجر هيظبط نفسه، والمستهلكين برضو نعلمهم ثقافه الشراء. انا طيب، كنت اتكلمت في اكتر من برنامج ازاي نوضح ثقافه الشراء، ازاي لما اجي اشتري ثلاجه ولا غساله ولا شاشه ولا الحاجات دي اختارها ازاي، ولما اجي اشتري المكان المناسب عندي ازاي. فده موضوع يعني هيحتاج حلقه طويله ان شاء الله نبقى نكمل. جورج بي، انا سمعت لحد الاخر وما قطعتش اهو، صح؟ طيب يا فندم اتفضل. انا اقدر افرق ما بين القله والظاهره لما يبقى الموضوع مش مستفحل. يعني انا هتفق مع حضرتك لو انه الموضوع مش مستفحل الى هذا الحد، مش انه الدنيا مقلوبة ولا احد يصمت حول الاسعار اذا كان هناك قلة. لكن لما يبقى كل الناس في 27 محافظة، كل الناس في 27 محافظة بينزلوا يشتروا ويرجعوا، يا اما حاطين ايديهم في جيوبهم وساكتين مش قادر، يا اما يقول لك وانا هعمل ايه، ما انا مضطر، ده انا بجوز الواد، بجوز البت، ده الثلاجه عندي ضربت، ده التلفزيون عندي مش عارف حصل له ايه. فالمساله، وانا اتفهم تحفظك جدا واعتراضك وعلى راسي بالمناسبه، لكن يا جورج بيه اللي حاصل انه لا، الاسعار ضربه عند الكل، يمكن مش عند جورج بيه صدره، لكن لو انا النهارده عندي 2000 في الجيزه، لا يا فندم ده انا على الاقل عندي 1800 رفعوا الاسعار غلا وكوا، واحنا مش عارفين نلاحق وراهم. يا فندم احنا بننزل النهارده نشوف الجهاز الفلاني، والله بعد بكره بلاقي سعره اتغير. ايوه فندم. طيب مساله انه احط السعر على المنتج مش كفايه يا فندم، لان في النهايه خالص انا يوسف هفتح محل وهيبقى في عندي تجاره كويسه وعندي اجهزه من كل نوع، وهحط السعر واجي بعد بكره اغيره، وبعد بعده هغيره، والاسبوع الجاي هغيره في ايدي، ما انا اللي حاطط السعر يا فندم. المساله مش في السعر. حضرتك قلت لي طيب المشكله عند المصنع هو الذي يحدد لي سعرا. يعني انا النهارده يا فندم لما اجي اجيب مثلا، مش عايز اقول اسماء عشان مابقاش بعمل اعلانات، لكن انا عندي شركه كذا كذا كذا، ولاد رحمه الله عليه يا رب الحاج محمود، مش هكمل بقى لحد كده، الناس دي بتصنع حاجات كتير زي الفل، وانا معاك ان شغلهم انضف 30 مره من المستورد. مظبوط. حلو. مظبوط. انا النهارده لو جيت سالته والله السعر عندكم كام، وبصيت انا بقى لوحدي على السعر بره في السوق، هلاقي فرق مخيف، مش 5%، انا بلاقي ساعات الفرق يا فندم 25%. بتخض. تصدق؟ لا. تصدق؟ مصدق طبعا. مصدق. طيب حضرتك. انا في حاجات عايز اشتريها ليا في البيت، والله العظيم ما عارف اشتريها. اي فندم.
وانا في الرايحه والجاي يقول يا يوسف بيه، راح يوسف بيه جاي بمين؟ التجار هم البهوات يا جورجي بيه. انا موظف. انا عايز اوضح لحضرتك الشركات حاليا، طب ايه اللي عمل الالبان اللي موجود ده كله؟ نسال نفسنا ايوه ايه اللي وصل الموضوع لكده. حضرتك الشركات بقى لها شهر ما بتديش التجار، وندت للتجار انا مش عايز اقول لحضرتك قطع بالحتتين والثلاثه. يعني انا كمعرض كبير من سنه 79 واسم كبير، انا ممكن تجي لي العربيه جايبه شويه حاجات حضرتك تستغرب لها، يعني قطع من دي حتتين، من دي ثلاثه، من دي خمسه، من دي سته، قطع قليله. لكن حضرتك حته السعر ان التاجر يزود، لا، انا عندي حاجات كتيره استرشاديه. انا ممكن ارجع على سعر الشركه. اولا الشركات الكبيره ادت للهايبرات الفتره اللي فاتت بضاعه واثرت كتير مع التجار العاديين والمحلات. مش عايز اقول لحضرتك التجار على تواصل معايا، يعني يقول لك احنا ما خدناش بضاعه، احنا ما خدناش بضاعه، الشغل كله نزل الهايبرات. نرجع بقى للمصنع نكلمه يقول لك انا عندي البضاعه قليله، انا ما اقدرش ادي كميات، انا اقدر ادي اراضي ده واراضي ده واراضي ده، ادي كذا تاجر. يعني يدي الموزعين بتوعه، لو كل واحد كان بياخد 10 قطع يقول له كفايه خد 2. فهنا حصل دروب. الوضع ده يتحسن امتى يا فندم؟ الوضع ده يتحسن بمجرد ما المصانع تشتغل بكافه طاقتها ويبقى في العرض والطلب. لو العرض معروض متوازي مع الطلب احنا هتلاقينا بنخفض. ده احنا يا فندم لحد سنه 21 وبدايات 22 كنا بننافس بعض في التخفيض. يعني تروح معرض تلقى الحاجه مثلا دي ب 1000، اللي جنبه المعرض اللي بعديه او اللي جنبه في نفس المكان يكتب عليها 980، يقلل في السعر عشان ياخد يبيع اكتر. لكن الوضع الاقتصادي ده فيه عشوائيه، فيه عشوائيه في البيع. ما هو برضه لازم بص يا جورج بيه، لا اخفيك سرا، انا اعرفك كويس بس ما تعرفنيش. ليه؟ لانه يعني في مرحله ما والدتي جابت كل حاجه البيت من عندك تحديدا. كويس والله العظيم انا بكلم بامانه، يعني انا عارف ان انا امي دلوقتي قاعده بتتفرج وبتضحك، بس انا لا العفو العفو، انا كنت عيل قد كده، هو بيليا صغير كده مكلبز وكانت والدتي واخداني معاها وهي بتشتري الحاجات، فانا اتذكر ده جيد. وعشان كده اقول لك انا عارف انه انتوا تحديدا حاجه تانية. لكن انا هنا بقى هفكر بصوت عالي بمهنتي بقى كمذيع. طب ما انا في الحاله دي لازم اقعد كغرفه ونتكلم مع التجار، يا جماعه خفوا شويه في هوامش ارباحكم. اولا لازم نحدد مع بعض كغرفه بالتراضي هامش الربح بتاعنا هيبقى عامل ازاي، عشان ما اخسرش القوه الشرائيه، عشان حاجتي ما تفضلش موجوده عندي في المحل ولا في المخزن، انا عايز اصرف بضاعه عشان اسحب الجديد. فاحنا هنعمل ده امتى؟ واذا الامر محتاج نقعد مع المصنعين يلا. والمكان ده، هذا البرنامج، هذا الاستوديو، الاستوديو ده مش بتاع، الاستوديو ده بتاع مصر، بتاع التلفزيون المصري. تنورونا، الترابيزه دي تسعم الحبايب الف. وانا اوعدك قريب جدا هوصل، بس راح بعد. انا بقول لحضرتك تنورونا في الاستوديو اذا حابين نعمل الاجتماع ده على الهواء ان شاء الله. حاضر يا فندم، حاضر. وانا اوعدك ان هيتاخد قرارات قريبه قوي وقرارات كويسه، واحنا للاسف مش قرارات، يعني هو برضه الاسلوب انا قلته غلط. هو احنا عندنا توصيات وتوافقات فيما بينكم البعض. يعني على فكره انا نشدت التجار على الجروبات بتاعتنا وقلت لهم كونوا رحماء، الناس يعني فيها كان فيها، احنا بنكتفي بال 5%. وعلى فكره يا استاذ يوسف ال 5% دي رقم حلو جدا جدا جدا، فضل ونعمه، مربح مربح. يعني انا هو رئيس الشعبه بقول لحضرتك انا بتعامل بال 5% دي بكسب كويس قوي قوي. وطبعا زي ما بتقول حضرتك التجار بتخزن، انا حاليا معرضي تشد فاضي لان عليه سحب كويس الحمد لله والشكر لله. وانا دايما من خلال منبرك انا فعلا بناشد التجار وبقول لهم من فضلكم كونوا رحماء، يعني خلينا مع الناس كده بالراحه. واحده اكتفوا بال 5% كويس جدا كويس جدا جدا جدا، دي مهنتي وانا عارفها وعارف ان ال 5% دي مربحه جدا. وبرضه عايز ادي ثقافه المستهلك من فضلك، ما تشبطش في ثلاجه او في غساله مش متوفره وتقعد تقول للتاجر اديك 2000 و3 زياده وهاتها لي.
لان انا كده بشجع التاجر على اوفر برايس. حصل هو على فكره قصه الاوفر برايس حصلت من المستهلك مش من التاجر، تخيل. صح عشان الزن اللي انشا كلمه اوفر برايس مش التاجر اللي انشاها المستهلك، انه يروح للتاجر ويقول له انا مش لاقي دي هاتها لي باي شكل وده اللي وهدفع. حصل يا فندم صدقني ده اللي حصل. يعني قصه الاوفر برايس دي بدات من المستهلك مش من التاجر. انا معاك في دي وده اللي حصل في العربيات كذلك، هاتها لي باي شكل وهدفع. خلاص اذا انا منتظر التوافقات والاتفاقات وانا فاتح باب الاستوديو ليكم اذا سمحتوا، وحتى انا هخلي زملائي يعني ينسقوا مع حضرتك وتنورونا بحيث ان احنا نخرج على الناس بانباء جيده. قريبا جدا في خلال ايام هتواصل مع رئيس الغرفة وهنعمل اجتماع كبير. يا ريت. وهنيجي لحضرتك تنورونا. يعني أولا يبقى لينا الشرف يعني. ده احنا نتشرف. العفو العفو. لا ده كنت... يعني ده التلفزيون اللي كنا بنتفرج عليه جايبينه من عند حضرتك بقى، فما فيهاش هزار. ربنا يخليك. انا يسعدني ويشرفني. لا يا فندم ده احنا اللي بنتشرف. يا رب يخليك يا بيه. ربنا يخليك يا جورج بيه. ربنا يخليك يا فندم. كل الشكر ليك استاذ جورج زكريا سدرة رئيس شعبة الاجهزة الكهربائية بالغرف التجارية بمحافظة الجيزة. طيب احنا عايزين نعمل حاجة لطيفة جدا، احنا عايزين ندعو الغرفة بتاعت مصر يعني جورج بي ينسق لينا وندعوهم للجلوس في هذا البرنامج بحيث ان احنا نكون وصلنا لتوافقات ونعلنها لأول مرة تبقى فقط وحصريا من برنامج التاسعة التلفزيون المصري بتاع الدولة جمهورية مصر العربية مبنى ماسبيرو ستوديو 10 اللي شهد مجموعة من أجمل ما أنتج هذا المبنى ومن أجمل ما أنتجت مصر الحية. أدي واحد. اثنين، عايزين نعمل جلسة أخرى مع المصنعين الوطنيين المحليين الكبار الكبارات برضو ينورونا. الترابيزة دي، الصالون الجميل المريح ده، إلى آخره. ومن هنا نبدأ نطلع النتائج. يا جماعة الهواء مش لن تزيد عن النسبة الفلانية، يا سادة الأسعار هتنخفض في التوقيت العلاني، يعني يا جماعة وحاجات هنبقى عارفين ان الكل هيلتزم بيها على مرأى ومسمع من الجميع. هذا حق المواطن على اعلامه من جهة، وهذا حق واحد بيقول يا جماعة انا من ساعة ما اشتغلت الشغلانة دي مفيش حاجة في مخي غير البني ادمين، البني ادم والمواطن المصري، المواطن المصري والبني ادم، الانسانيه بشكل عام. انا لا فاضل ولا نازل بتاع، انا يعني اقل حد في الدنيا، بس انا خلقتي كده، انحيازاتي الفكريه كده. في رجل عظيم وحبيب وقريب جدا لعقلي ولقلبي، وهو واحد من احكم الناس اللي انا اتعاملت معاها يعني وشفتهم وقابلتهم في حياتي. قال لي مرة جملة لطيفة يعني قريب من أسبوعين، قال لي يوسف ما تقولش أنت شيوعي تاني، عشان أنت مش شيوعي. فيعني قلت له طب حضرتك أنا يعني دي انحيازاتي الفكرية والله، أنا من قلبي كده، أنا دايماً أظن إن كلنا دون استثناء عندنا هذه الانحيازات ناحية الاشتراكية والشيوعية، اللي هي عبارة عن إيه؟ اللي هي بالبلدي كده بالراحة على الناس، بالراحة. مش عايز استخدم تعبير والرأسمالية وبتاع المتوحشة، لكن بالراحة على الناس. الرحمة حلوة، الرحمة حلوة في قوت الناس، الرحمة حلوة في الناس اللي بتجهز بيوتها وبيوت عيالها، الرحمة حلوة. على رأي عمرو زكريا كل بس ما تحفش. يعني جورج بيقول لك 5% دي مربحة جدا، احنا بنزود على 5% ليه؟ عشان نحصل يحصل ايه؟ انتوا متصورين ان دي اجراءات تحوط؟ غلط، دي اجراءات خراب بيوت، اجراءات توقف الشغل. هيجي في وقت الناس مش هتخش محل، مش هتشتري، هنقدر نعيش بتلاجة قديمة بس انت مش هتقدر تعيش من غير ما تبيع. هقدر اعيش بتلفزيون قديم بس انت مش هتعرف تعيش من غير ما تبيع، ده اكلك ولقمة عيشك. انا في النهاية خلص التلفزيون فرجة، ايه اللي هيحصل في التلفزيون اللي بقاله 10 سنين؟ ولا حاجة. والمصريين يعني شعب نبيه وذكي ونور، هيحصل حاجة بيتصلح، قطعة الغاء بتتجاب حتى في الحاجات اللي هي LED ومش LED
كله في مصر كله بيتصلح كله. يا جماعة بس انتوا بصلكم مش عارفين، يعني في اجيال كده مش عارفة، وانا مش من الجيل العصر ده. انا لسه كنت بقول لهيثم عبد البسط رئيس شعبة القصابين، انا مواليد 75، قبلية كان في فترة الستينيات الزعيم راح الجمال عبد الناصر وتوقف الاستيراد في مصر تقريبا 7 سنين، ورش الخراطة المصري عملت قطع غيار العربيات الألماني نسخة طبق الأصل وفضلت ماشية وبكفاءة، وأبهاتنا وأمهاتنا يعرفوا ده ويتذكروا. من اتفق أو اختلف مع عبد الناصر دي قصة، لكن ده واقع حصل في مصر. المصريين مخهم ألماز مش ذهب، بيصلحوا أي حاجة. فما التجار ما توصلوش الناس إنه محدش هيخش يشتري ومش هتبقى مقاطعة على حاجة، هو جيبه فاضي أو بالأدق جيبه مش حمل أسعارك فمش هيشتري، ودمتم أنت الخسران. هو هيفضل مشغل التلفزيون والتلاجة والغسالة والمروحة والتكييف وكله، واللي هيبوظ هيتصلح. المصريين شطار. أنصحكم 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 ما تقفش في مواجهة مع المصريين، أكبر غلط أكبر خطر، وده على أي حاجة مش بس تبقى أجهزة كهربائية، والعربيات العربيات دي حدوتة. وجو بقى أصل إحنا بنجيبها غالية هنعمل، لا ده بتجيبها غالية ولا حاجة. أنا أطلع لك أسعار العربيات دلوقتي كام، وأطلع لك شحنها كام، وأطلع لك ضريبتها وقيمتها المضافة وجمركها لو جاية من الاتحاد الأوروبي، أو رسومها لو جاية من الاتحاد الأوروبي قد إيه، ولو جاية من آسيا هتبقى قد إيه، ولو جاية من الأمريكا من أمريكا هتبقى قد إيه، وأحسب لك ساعتها مش الربح اللي أنت بتبيع بيه في المعرض قد إيه. ده الناس بقت بتاخد اوفر برايس بيوصل ل 25 و30% من السعر الاصلي للعربيه ايا كان بقى سعرها. يعني مش قادر حتى اقول لك العربيه ب 250,000 ما بقاش. العربيه اللي كانت زمان بتتباع ب 250,000 قبل ازمه كورونا بقت النهارده بتتباع بمليون. عشان ايه؟ ده العربيات دي حدوتة. احنا في مصر بنستورد عربيات بكام في السنة؟ 4.5 مليار دولار، وهذا الرقم ذكره فخامة الرئيس بنفسه. 4.5 مليار دولار فين؟ في بلد عنده أزمة. بخرج 4.5 مليار دولار عربيات، مش قطع غيار، مش لوازم انتاج. ده ايه الثراء اللي احنا فيه ده؟ يعني احنا المصريين المواطنين كده عندنا تحت البلاطة كل سنة 4.5 مليار دولار بنطلعهم؟ في جزء بيطلع اللي هو الوكلاء او اللي بيعملوا التجميع المحلي، وده بياخد الاعتماد من البنك وبيطلعه، والدولة هي اللي بتدبر له العملة. خد بالك الدولة هي اللي بتدبر له العملة، يعني بتدبر له على السعر الرسمي. طب هو ليه لما اروح له حتى لو وكيل، مش كلهم الحقيقة، دولار زاد. زاد ايه يا عم انت بتستورد عن طريق البنك؟ زاد ازاي؟ حضرتك عارف الدولار وصل لكام دلوقتي؟ اقول له اه والله 30 جنيه، 84 قرش، 90 قرش، 92 قرش. لا 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 لا، سعر البنك سيادتك وانت بتستورد بالايه؟ طب تطلع الاعتماد من هناك. طب المعارض ده حاجة تانية، ده بقى بياخد الدولارات اللي تحت البلاطة. ماشي فاصل. لا ده ماشي بجد، عشان اللي جاي تقيل. اشتروا مني، اللي جاي تقيل. التجار اللي مش هيظبطوا الأداء والله العظيم اللي جاي تقيل. تجار العملة
اللي جاي حتة هبدة ومن حيث لا تحتسب. تجار العملة تاني، اللي جاي هبدة من حيث لا تحتسب. للمرة التالتة ومعها قوسين، اوعى تفتكر ان انت لما تخبي الدولارات وتبطل تبيع فاحنا قال ايه مش شايفينك ومش عارفينك. التحريات اتعملت واللي اتلقط اتلقط. تالت رابع بقى، التحريات اتعملت واللي اتلقط اتلقط واتعلم عليه. ان هي الا ايام وكبارات العملة كله في القفص، يطلع بقى قفص فراخ، يطلع قفص المحكمة. فاصل ونكمل الكلام. الحلقة النهاردة أسعار، ما هو في النهاية لازم نبقى على حجم المسؤولية زي ما بيتقال، ولازم نبقى طول الوقت مستشعرين نبض الشارع، ولازم نبقى طول الوقت يعني مش بقى قلوبنا مع المواطن، لا وعقولنا مع المواطن، ويبقى ودننا مع المواطن، ونبقى لسان حال المواطن. طبعا هو تدخين ضار جدا بالصحة، ده ما فيش فيه أي خلاف علشان بس، لكن احنا بنتكلم هنا على سلعة من السلع الموجودة قانونيا داخل البلاد، وهي السجائر والدخان زي ما تسمى يعني. وبيحصل أو هيحصل إلزام للشركات المنتجة بإرسال كشوف بائعي السجائر للحكومة. مش 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 حج مش مش عم مش مش إمبراطور السجائر في مصر، يا ترى هل ترى هل فعلا هذا الرجل هو المسؤول، ولا ان هناك مسؤولية مشتركة ما بينه وما بين كافة البائعين والموزعين الخ الخ الخ؟ وده برضو سؤال مهم جدا. طيب اتنين، لما هيتم ارسال الكشوف هيحصل ايه؟ انا كشركة منتجة او الشركات المنتجة بتطلع احجامها الانتاجية وتذهب الى الموزعين، والموزعين الكبار بيبدأوا يوزعوا على التجار الأصغر. فأنا لازم أبقى كحكومة عارفة الشركات المنتجة طلعت كميات قد إيه طرحت في السوق. الشركات المنتجة بالمناسبة سبق من حوالي شهرين أو ثلاثة وحطت لستة الأسعار بتاعتها، سعر البيع للمستهلك كذا. طبعا سعر البيع للمستهلك ده استحالة هتلاقيه غير عند محلات محددة، وما ينفعش ان انا اذكرها وإلا اصبح اعلان. ان هذه المحلات محلات كبيرة تبقى ملتزمة بانها بتبيع بنفس السعر الرسمي كيفما يتم اعلانه. لكن في النهاية خلص هم كام محل يعني؟ 10 20 30 40 50 100. طب والباقي؟ فانا كحكومة هبص اعرف ده الطرحة في السوق، الكمية دي من النوعية الفلانية والكمية دي من النوعية الفلانية، يبقى كده ادي اول هام. تاني هام انا عندي السعر. تالت هام انا عارف هو راح للموزعين مين. رابع هام اقدر ارجع مع الموزعين واعرف هم بيطرحوا قد ايه من حجم المخزون اللي عنده، وبيخلص المخزون ده خلال مدة قد ايه، يعني الحركة بتاعت التوزيع ماشية ازاي. معايا على التليفون حتى نفهم اكتر وتأثيرات مسألة كشوف البائعين دي لا توصل الحكومة هتؤدي لإيه. أستاذ إبراهيم إمبابي رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. حضرتك تسأل إيه؟ ده أنت حضرتك قلت شرح. أنا كرئيس شعبة 30 سنة قاعد متكيف من شرح حضرتك. ابدا ولا ينفع اصلا، انا مين علشان اشرح في وجود حضرتك. لا والله العظيم بجد ربنا يهديلك صنعتك واعلامك المحترم. حضرتك صرفت المشكله بجوهرها بحلولها بشكلها العام، حتى لمحت تلميح لذيذ مشمش واخواته. طب انا عايز اعرف بقى ايه قصه مشمش واخواته يا استاذ ابراهيم؟ بص انت طبعا اللي يتناقش او يتحاور مع حضرتك
قامة إعلامية محترمة. العفو يا فندم، ربنا يخليك الله يحفظك. بهذا الذكاء لازم يكون في شفافية علشان نحترم عقول بعض. احنا بقالنا بالضبط من شهر 5 2023 وانا بصرخ في كل الجهات يا اهل الخير. كان الاول اتأخر تعديل الضريبي، تاني حاجة قلت لهم يا اهل الخير ما ينفعش تحل المشكلة بنفس الطريقة وتفشل وترجع تحلها بنفس الطريقة وتستنى ان هي تنجح، لا يمكن، ده ضرب من الجنين. حضراتكم انا قلت نقلب الحرم التوزيعي ليه؟ انا راجل صانع، في شركات ما بتدورش اثار، والشركات عندها رقابه من الماليه، والشركات بتبيع في فواتير الكترونيه، تمام، يبقى شركات ما فيش عليها غبار. كان عندهم مشكله الخساره، من لما فتحت لهم الشرايح الشركات بقت الحمد لله بقت في انتظام في الانتاج. نيجي بقى على المشكله، مش واخواتهم، التاجر ذكي، وفي في الفترات الصعبه يظهر حيتان. الحيتان دي اللي هم بيمصوا دم الشعب. الحيتان ده بيعمل ايه؟ هو عارف ان في شهر 5 في كل عام بيحصل زياده ضريبيه على السجائر. يبتدي من شهر 2 يخزن 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 يخزن. جت فتره قله الدولار، الانتاج قل حوالي 20%، فبالتالي مع التخزين اصبح البضاعه مش موجوده في السوق، مفيش طرح للبضاعه في السوق. ولذلك انا ناديت من 6 شهور قلت يا شركات اقلبوا الهرم التوزيعي. يعني ايه اقلب الهرم التوزيعي؟ بدل ما ابيع للتاجر الجمله، لا اروح للسوبر ماركات محترمه، اروح للجهه اللي انت مش عايز تقولها، اللي انت ما رضيتش تقول اسمها، محطات البنزين وما هي تبعها، تمام؟ دي ناس محترمه مش هتخزن ولا هتمص دم ابراهيم لمبابي ولا هتمص دم الاستاذ سيوطي، تمام؟ من حضرتك لما جينا النهارده، لما جه الاستاذ ابراهيم السجيني مسك تولى رئاسه جهاز الحمايه المستهلك، وانا تربطني بيه علاقه محترمه لانه راجل محترم من ايام ما كان في وزاره الصناعه، طلبني قال لي انت يرضيك انا رئيس الجهاز وهذه المهزله موجوده؟ قلت له لا. قال لي اعمل لي اجتماع في رئيس شعبه، هات كل الصناع وتعالوا نقعد. تمام، ما اخبيش عليك، انا اول مره الاقي الجديه في مسؤول انه عايز ينهي هذه الظاهره. قعدنا نتناقش النهارده حوالي ساعتين، في الاخر قال لهم كلمه واحده. قال لهم انا كل ما اكلمكم تقولوا له انا ببيع للتجار التوزيع. طب يا سيدي انا الجمل وانا الجمال، حضرتك مش بتنتج؟ قال له اه. حضرتك عندك خطه استباقيه هتنزل تبيع النهارده فين وفين وفين؟ قال له اه. قال له حضرتك الساعه 8 الصبح انا باجي على مكتبي الاقي على الايميل الخطه بتاعت توزيعك والبائمت بتاعك. فانا ضحكت، فقال لي بتضحك ليه؟ قلت له انت عايز تقفله، انت عايز تبقى الساعه 8 ونص الفرع بتاعك اللي في السوهاج عند العميل اللي خد 100 كرتونه من الشريعه للدخان واقف على دماغه. قال لي بالظبط كده، مش نتيجه الا كده. ففكره حلوه حب يقفلها صعب. فزي ما حضرتك شرحت المقدمه المحترمه بتاعتك، قلت ايه؟ خلاص فلان خد 100 كرتونه، واحنا ما كناش عارفين قبل كده ان هو خد 100 كرتونه. قلنا نروح نكلمه التموين يقول لك انا خدت 10 كراتين بس، ولكن هو واخد 100. فهيجي بقى حمايه المستهلك، وريني ال 100 اللي النهارده الشرقيه بالدخان بعت لي فاتوره بتقول ان هي باعت ابراهيم لمبابي 100 كرتونه، حضرتك وديتهم فين؟ زي ما حضرتك قلت. 50 للاستاذ يوسف طبيعة في فاتورتها اهي، تمام براءه. طب فين ال 50 الثانيه؟ مش معقول لحقت تشربهم؟ يبقى اذا ما انت مخزنهم يا بعتهم في السوق السوداء. اقفل واشطبه من الشركه على طول. حلو. حلو. طيب. فكره حلوه، وانا مبسوط لان لقيت بدات في تحرك. لا الموضوع كان زاد عن بس كده السلسله ما كملتش. لانه السلسله لسه مش كامله. يوسف خد الكراتين من الشرقيه للدخان. ويوسف موزع كبير نزل بقى ادى لابراهيم واحمد ومحمد وحسن. ابراهيم ومحمد هو متتابعه، هو واخدها من واخدها الاول من الشركه، بعت ليوسف، يوسف باع لابراهيم، ابراهيم باع لعباس. هيفضل معان لغايه لما اشوف ال 100 كرتونه راحوا فين. يعني دي الطريقه اللي هيشتغل بيها جهاز حمايه المستهلك النهارده، وكان هيتابع السلسله لحد ما اوصل للكشك. للكشك اللي باع علبه. للكشك
اللي باع البقى. وبعد كده انا سالته وشفت استغرابك، انت انسان ذكي جدا. انا سالته السؤال ده، قلت له انت هتوصل للكشك؟ قال لك دي مسؤوليتي انا، عندي كل محافظه فروع. بص انا موضوع السجاير ده قدامي شهر، يخلص عليك ده يخلص عليا. طب انا عندي سؤال بصراحه، هو في حد اسمه مشمش؟ اه طبعا. ومشمش ده هو اللي مسيطر على السوق للدرجه دي؟ مش لوحده، في كده مش لوحده يعني، في مشمش في كده، هو اللي بيحب الاعلام وبيحب الفيسبوك وبيحب الحاجات انا دي. عندي كده بيحب الحاجات دي بس. فده او احنا دلوقتي اصبحت ظاهره مشمش، بتحطها على بتوع السكر، بتحطها على بتاع الرز، دي ظاهره اللي هو التاجر الجشع اللي بيمص قوت الشعب. طب هو مش فرحان انه ده توصيفه في الاعلام والصحافه؟ ايوه معلش، ما كانت يا يوسف بيه معلش، انت بتكتب علبه 27 جنيه بتبيعها 50 جنيه. في ايه مكتب؟ في ايه ده؟ ولا مخدرات. طب سؤال مهم، اذا كان مش يعلن عن ذاته بهذا الشكل يعني، وانه هو سعيد بالصيت بتاع انا امبراطور السجاير وانا اللي برفع السعر وانا اللي بنيم السعر، ما تقفش ليه بقى؟ التموين صدر له بدل المره 10 بس المكسب يغريك. صدر له اصل برضه يعني، انا بتكلم مع حضرتك بصوت عالي وانا اعلم انه حضرتك اكيد مش اللي المفروض تروح تمسك مشمش، لكن انا بتكلم معاك بصوت عالي، صدر له، لكن التموين له حق الاحاله للنيابه يعني، عنده ضبطيه قضائيه ويصادر ويشمع. ايوه ويعمل المحضر. ايوه وبعد كده المحضر ده هيتحول للنيابه. السؤال بقى، السؤال خلينا في النيابه، خلينا اصلا تحاورك عجبني قوي، خليني هنا في النيابه، البضاعه المضبوطه فين؟ لو كانت تم طرحها وسمعوا كلامي وقدمت طلب لمعالي النائب العام، قلت له عيد طرحها في محطات وطنيه للبنزين، يبقى المنتج هيبقى متواجد. طبعا. طب حضرتك انت لمست جوهر كبد الحقيقه. طب انا كنت قاعد مره مع اللواء محمد فتح الله، والله العظيم الناس دي ماتت الشهرين الثلاث شهور اللي فاتوا دول. ماسك مخزن فيه 300 كرتونه يمسك بيه في سواق. اه. 300 كرتونة. يعني الكرتونه فيها كم خرطوشه بقى؟ الكرتونه 50. الكرتونه فيها 50 خرطوشه، والخرطوشه ب 10 علب. هي 10. اضرب بقى 30 جنيه مكسب في 10 في 50 في كرتونه واحده. في 300 كرتونه. بلاش ده. بلاش ده اضحكك. ضحكني. في اللي هو فتح الله مسكهم في البقوس واحده ست، والله العظيم 150 كرتونه. الله اكبر. لا الناس دي تعبت قوي، اللي هو فتح الله خلص بتوع التموين. ولكن انا النهارده بامانه، وبكلم اعلامي محترم، انا النهارده سعيد فرحان ان في حد بدا يتحرك. لا ما كلنا فرحانين على الحسبه دي، ال 300 كرتونه محققين صافي 4.5 مليون جنيه. شكرا. ده 100 كرتونه. طيب 300. طب ال 300 كرتونه دول بيخلصوهم في قد ايه يعني؟ يعني يعمل 4.5 كل 4 ارنب ونص. حضرتك عايز اقول لك حاجه، استهلاك الشعب المصري من السجاير خلال العام 84 مليار سيجار. يا دين النبي. 4 مليار علبة سجاير بتنتج شوية شرقية للدخان اللي هي أصبحت دلوقتي جلوبال والشرقية. 84 مليار سيجارة سنويا. أيوة. يعني 42 إيراد. إيراد إيراد خزينة الدولة. إحنا تاني إيراد بعد قناة السويس اللي بيخش ضرايب ورسوم لخزينة الدولة. ويجي مشمش واخواته يستحوذوا على النصيب الوافر والاكبر. ده اللي كان مزعلني. يا لالي يا لالي يا لالي. هقول لك حاجه، مش كان فيها انت حضرتك تعرف حاجه اسمها الدولاره؟ كان طبعا. ايام السجاير دي كانت مكان الدولاره، كان الواحد يشتري له كرتونتين سجاير يكسب فيهم اكثر من اي حاجه ثانيه. احسن من اي حاجه ثانيه. اذا في القريب العاجل يتم ضرب مشامش السجاير والدخان. المشامش. اشكرك جدا استاذ ابراهيم منبابي، رئيس الشعبه العامه للدخان والسجائر بغرفه الصناعات الغذائيه باتحاد الصناعات المصريه. تخيل ال 300 كرتونه بيعملوا 4.5 مليون، ده مشمش ده بقى يعني اكيد عدى، لان مش بتاع 300 كرتونه، مش بتاع مثلا 30,000 كرتونه. على كل
احنا عندنا حاجه هنقولها ولا نطلع فاصل يا اولاد؟ نطلع فاصل؟ لا. طيب تعالى بقى ناخد الخبر القادم، وهو خبر بالمناسبه من الاخبار بقى اللي انا بحبها. هقول لكم ليه والله العظيم. بص يا سيدي، الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، وانا عايز اقول لك الخبر ده بشكل شويه مختلف. المتحده للخدمات الاعلاميه تقدر تقول بملو الفم انها اكبر كيان انتاج اعلامي في الشرق الاوسط ككل بالحقائق والارقام. نهينا عن انه كمان المتحده هي كيان مصري، وبالتالي المتحده باعتبارها كيان مصري فهي جزء من القوى الناعمه المصريه. يعني مرونه وقدره المتحده على التعاقد مع المبدعين المصريين هي الاكبر على المستوى العربي. ما هو مصر، مصر هي الفن وهي الابداع، هي الاغنيه وهي الموسيقى، هي الفيلم، هي الدراما، الخ حدث ولا حرج. فالمتحده كيان كبير. الكيانات الكبيره بتشتغل ازاي؟ الكيانات الكبيره لا تقف عند حد معين. الكيانات الكبيره طول الوقت تتطلع لقدام، تبص، تكبر. انا بنتج مسلسلات وانتج افلام وانتج وثائقيات وانتج برامج وانتج اعمل منصه زي واتشت وهكذا. فالمتحده خدت قرار بان هي قاعده عماله بتطور من خدماتها التي تقدمها، فهيبقى في عندي المتحده بقى تعمل ايه؟ بودكاست. شوفوا انا امبارح كنت بقول لكم ايه وانا بتكلم مع صديقنا الدكتور احمد سمير، قلت له يا سلام لو تعمل بودكاست هنا هو في مصر ويبقى جميل. والله العظيم انا ما كنت عارف ان المتحده هتعمل بودكاست. شوف بقى هنا ده معناه اصلا اكيد اكيد مش المتحده سامعوني بقول كده امبارح يلا بينا بقى يا سلام يوسف انت بنحبك قوي هنعمل بودكاست عشان خاطرك. لا، ده شغل، ده شغل، ده بيزنس، فلازم يبقى اكيد سبقه مساحه وفتره كافيه من التفكير كويس قوي. المتحده تحط القرش في مكانه. احنا مش بنرمي فلوس على الارض ونعمل فانتازيه، اضرب بومب وولع نار، دي مصر. فالمتحده تعمل البودكاست بتاعها وتقتحم هذا الافق الرقمي لو صح التعبير، هذا الافق في عالم الديجيتال ميديا. و أستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلاص مضى عقد مع صانع المحتوى الشهير إسلام فوزي لتقديم سلسلة من حلقات البودكاست على المنصات الصوتية وعلى مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. بودكاست إسلام فوزي طبعا يعني ينطلق بالروح الشبابية الوثابة كما هو حاله دائما، اللي بتتناسب مع طبيعة الأجيال الجديدة، جيل ولادي وولادك وأحفادك وما إلى ذلك، يعني على حسب كل واحد فينا وصل لكام سنة دلوقتي وعنده أحفاد ولا لسه. ساعة أقعد أفكر أقول فاضل لي 5 6 7 8 سنين وأبقى جد، يا نهار أبيض. طيب البودكاست بتاع إسلام هيبقى اسمه في إيه؟ في إيه؟ ويقدم بقى إن شاء الله باقة متنوعة جدا من الموضوعات اللي بتهم هذه الأجيال الجديدة بخفة ظله المعهودة، روح جديد للبرامج الاجتماعية، تصنيفها تقدر تعتبرها لايت كوميدي، سميها كده، ممكن تبقى لايت كوميدي، ممكن تبقى سوشيال كوميدي، يعني ممكن تصنفها بهاتين أو بهذين التصنيفين. طبعا البودكاست ده مش بس هيبقى البودكاست بتاع إسلام فوزي، لكن هيبقى فيه أكتر من حاجة، خطة كبيرة وشاملة للمتحدة لاقتحام هذه العوالم باستراتيجية واضحة رصينة محكمة، علشان المتحدة رايحة للشباب المصري والشباب العربي ككل. دي رسالة مصر، إن إحنا بنصنع لأجل كل المنطقة مش لنفسنا بس، بنصنع دايما محتوى محترم عليه القيمة، محترم ذكي، محترم وذكي ومفيد وهكذا. أنا مش عاوز أطول لأنه لازم فورا أستقبل بعد هذا الفاصل مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة ينورنا فورا وعلى طول.
ازي حضراتكم عاملين ايه؟ كله تمام، كل الترحيب بضيفنا، لا ضيفنا ايه، صاحب البيت مولانا فضيله الشيخ الدكتور احمد كريمه استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر. وابدا بعد الترحيب بالاعتذار الشديد ان انا اللي طولت واتسحبت من لساني وضيعت الوقت، ومحمد فتحي يونس عمال يقول لي يا يوسف مولانا يا يوسف، وانا بقى ايه خدتني الجلاله يا مولانا والله، معلش. لا باس، الله يخليك يا مولانا. مولانا، الانتماء الوطني، هل هناك في عقيدتنا العظيمة وفي بعد البعثة المحمدية وفي حتى حياة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ما نستطيع وصفه بالانتماء الوطني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. منذ اللحظات الأولى لحياة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله إلى لحظات مفارقته لهذه الدنيا، كل جزيئات حياته انتماء وطني يدل على الوفاء وعلى الصدق وعلى محبة الخير للناس جميعا. في عجالة ووجازة، مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة إلى المدينة ليلة أو صبيحة الهجرة يناجي وينادي الهضاب والجبال والوديان، ينادي مكة، والله إنك أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. الله، مش الرسول عليه السلام فر من بلده، لا، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليخرجوك أو يثبتوك أو يقتلوك، يبقى هم اللي أخرجوه، وكان في محاولة لاغتياله. أيوة، يعني الرسول ما خرج طواعية طبعا. انتقل من مكة إلى المدينة مكرها. آه. وأثر ليه؟ في ظاهرها ترك وطنه، لا، هو في باطنها يحافظ على الوطن. يحافظ على ايه؟ على الوطن. على الوطن. طيب، عايز استأذن ان انا هستأنف الحتة دي، ولكن بعد الفاصل على طول، على مسألة انتماء الرسول للوطن وحفاظه على الوطن وبقاء مكة المكرمة في قلبه حتى وهو في المدينة. الانتماء الوطني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب مكة الذي ظل متجذرا في قلبه وفؤاده حتى وهو في المدينة. وهو في المدينة صلى الله عليه وسلم أرسل إليه أبو سفيان بن حرب، وكان زعيم المحاربين للإسلام ولرسول الإسلام وللمسلمين. ماذا قال أبو سفيان؟ قال: يا أبا القاسم، إن بني عمك، يعني أهل مكة، يأكلون الجيف وأوراق الشجر من مجاعة ألمت بهم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما تمنى هذا لأهل مكة، فأرسل إليه 12,000 درهما ليشتري الميرة، يعني المؤن الغذائية لأهل مكة. في فتح مكة يا سيدي الكريم، الرسول عليه السلام لما بلغوا أن أحد الأنصار رضي الله عنهم أجمعين يتوعد أهل مكة بأن اليوم يوم الملحمة ويوم تزل فيه قريش، قال لي سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال له: خذ منه اللواء وادفعه إلى ابنه، ثم نادي يا علي، اليوم يوم المرحمة، اليوم تعز فيه قريش وتوصل فيه الرحم حبيبي. ثم قال لأهل مكة الذين أخرجوا وكايدوا وقتلوا أحباءه وأصفياءه: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تسريب عليكم. هذا هو الانتماء الوطني اللي بيدل على النفس النورانية. أما أن إنسانا يتشفى في وطنه، يخطط أو يتآمر على وطنه، أو يكون عميلا أو مدفوعا ضد وطنه حتى لو اختلف معه، دي نفس ظالمية لا تحسب على الإسلام، لا من قريب
ولا من بعيد. إنما الانتماء الوطني يجعل الإنسان حتى لو فيه صعاب، حتى لو فيه أزمات، حتى لو فيه فيه فيه، ولكن يبقى الإنسان أصيلا لمكان ولد فيه وتربى فيه ومشى عليه. ولذلك سيدنا النبي عليه السلام هيعلمنا الوفاء في جزئية كمان تانية، إن المدينة بقى اللي آوته ونصرته أيوة لم ينسها طبعا. فالأنصار ظنوا أنه خلاص قعد 17 يوم في مكة فتح مكة أنه لن يرجع عادي. فجمعهم قال يذهب الناس بالدينار ويذهب الناس بالدرهم ويذهب الناس بالقطيفة وأنتم تعودون برسول الله إلى رحالكم. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، لو سلك الأنصار شعبا لسلكت هذا الشعب وكان له الوطنان صح وإقليم واحد. أنا مش دولة، مش دولة تانية، عشان برضو ما يجيش واحد يفهم غلط يقول ما مكة والمدينة، لا أقول له مكة والمدينة ده إقليم واحد. إقليم إيه؟ لا يتجزأ، لا يتجزأ. فكان على وفاء بمكة وحقن دماءهم طبعا، وكان على وفاء بالمدينة ودفن في ثرى أرضهم. فصلى الله على من عنده الانتماء الوطني. ولعل من يغرد خارج الصرب خذ من رسول الله العبرة والعظة وانتمي لوطنك مصر الغالية. الله أكبر. مولانا نورتنا كما جرت العادة، وأفدتنا كما جرت العادة، ولفت نظرنا إلى العديد من النقاط المضيئة. ولو الناس تفكرت وتدبرت في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ما خابوا أبدا حقيقي. يعني ألف شكر ليك مولانا، كل الشكر لمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريم وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. وخلصت الحلقة لحد كده صحيح. كريم رمزي هيكون داخل حالا وبرنامجه رقم 10، وانا اقول له يا كريم لا داعي للزعل على الاطلاق، مفيش حاجة تزعل، هتتحل والمنتخب هيعدي وهنعبر، ولا حزن ولا زعل، ده ياما دقت على الراس طبول، هتعدي يا كيمو. اما احنا لو كلنا العمر فهنتقابل بكرة ان شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.